أما الآن مشاهدينا لمزيد من التحليل حول الأسواق، معنا محلل الأسواق المالية في إكويتي جروب رائد الخضر للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك أستاذ رائد. يعني في البداية، كيف تصف لنا حركة الدولار خاصة مع اليورو وبعض العملات الأجنبية أو الأوروبية بشكل عام حسب الأرقام والمؤشرات الظاهرة لدينا إلى الآن؟ بالطبع مؤشر الدولار الأمريكي تعرض لضغط كبير أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات الفترة الماضية، وهذا الضغط يتأتى من أنه المستثمرين في الأسواق بدأوا يوجهون اهتمامهم بشكل أكبر، أو they digest، يعني استوعبوا التصريحات الأخيرة وقرار المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير بأنه سوف تكون الرفعات أسعار الفائدة القادمة أقل حجما من تلك السابقة، وأهملوا جزئية أنه راح يكون في عندنا أسعار فائدة أعلى من المتوقع أو من ما كان مخطط له. بمعنى آخر، اعتبروا أن ما يقوم به الفيدرال الأمريكي هو تسهيل نوعا ما أو تساهل في عملية تشديد السياسة النقدية. بدأت عمليات واضحة للتمركز في أسواق الأسهم الأمريكية، وشهدنا موجة من الارتفاعات وعمليات بيع وضغط على مؤشر الدولار الأمريكي، لأنه نعرف تماما إذا كان هناك لهجة تيسيرية من قبل صناع السياسة النقدية، هذا يعني الدولار أو العملة تنخفض في قيمتها أمام سلة العملات، وتماما هذا ما حدث. أعتقد أكثر المستفيدين كان هو الجنيه الاسترليني على وجه التحديد، دونا عن اليورو الذي تمكن من العودة مرة أخرى إلى مستويات 1.1460، مضيفا ما يقارب 320 نقطة إضافية من المستوى الأدنى الذي وصل إليه خلال الأسبوع الماضي. يعني لا يزال رائد الأجواء ضبابية إلى حد ما ومتوترة بفعل التضخم بشكل أو بآخر. عندما حتى نتحدث عن المؤشرات الأمريكية فيما يخص الوظائف وأيضا البطالة، كان هناك توازي وارتفاع على الجهتين وحتى من ناحية الأجور. فكيف تفسر أداء الدولار الأمريكي خاصة مع الانتخابات النصفية الآن عندما نتحدث الكونغرس الأمريكي؟ وهل فعليا الأسواق تعاملت بشكل إيجابي مع هذه البيانات أو حتى التفاؤل بوضع أفضل خلال الفترة القادمة؟ يعني بيانات إيجابية جدا صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية. ممكن هذا الأسبوع ما عندنا بيانات أهم من ما ننتظره يوم الخميس طبعا، والانتخابات النصفية في الكونغرس الأمريكي التي تأخذ مكانها اليوم. دون عن هذين الخبرين ما عندي الأهم. بالتالي التضخم إمكانية أنه يهبط أو التوقعات تشير يوم الخميس أنه يصل إلى 8%. أنا نظريتي لهذا الموضوع أنه حتى إذا وصل التضخم إلى مستويات 8%، هذا لا يكفي حقيقة، ولا تزال مستويات التضخم مرتفعة، ولا يزال يجب على صناع السياسة النقدية أن يستمروا بتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر، خصوصا إذا ما نظرنا إلى سوق العمل الذي لا يزال يؤدي أداء ممتازا جدا كما شهدنا في تقرير يوم الجمعة. يعني سبب ضعف الدولار الأمريكي، قوة المؤشرات، كان بشكل واضح هو يوم الجمعة الذي أظهر أن سوق العمل جيد جدا، أضاف أكثر من المتوقع بكثير. التوقعات كانت 175 ألف وظيفة، أضافوا أكثر من 225 ألف وظيفة، أي بمعنى آخر أنه يوجد مجال لتشديد السياسة النقدية. طالما يوجد هناك وظائف، بالتالي يمكن رفع أسعار الفائدة، وإن هذا يعني رفع تكلفة الاقتراض ورفع تكلفة المعيشة أو تكلفة الائتمان إجمالا، لكن يوجد أعمال ويوجد وظائف ويوجد رواتب وأجور. هذا ما يريد الحصول عليه الفيدرالي، أو يريد توضيحه الفيدرالي، أنه طالما أنا عندي سوق عمل جيد وأداء جيد إذا ورواتب لدى هؤلاء الموظفين ووظائف جديدة يتم ضخها في الأسواق، سوف يتم توظيف هذه الأموال أو هذه الرواتب، وعملية مستويات التضخم سوف تهبط تدريجيا مع وجود ارتفاع في مستويات الائتمان، حتى وإن حد ذلك من عملية النمو، لأن الفيدرالي الآن بده النمو المجرد من الائتمان، نمو بأدنى مستوياته، ممكن حتى يصل إلى مرحلة الريسيشن أو الانكماش، ولكن لا يزال التركيز أكبر في الفترة القادمة على أن يكون هناك تضخم أقل من 6%. نعم، إذا عندما نتحدث عن يعني فكرة النمو، اليوان كيف ترى أداؤه أمام الدولار خاصة يعني مع سياسة الصين فيما يخص زيرو كوفيد؟ هذا من ناحية، وأيضا كيف ترى من ناحية تأثيرها على الأسواق الناشئة في هذه المرحلة؟
يعني اليوم الصبح نحن شفنا الصين كيف أسواقها عم تلحق أو تتبع موجة الارتفاعات التي حدثت في قطاع التكنولوجيا يوم أمس على الناسداك. شفنا ارتفاعات، شفنا أسواق الأسهم التكنولوجيا في الصين اليوم أيضا على ارتفاعات، لا تزال نوعا ما تابعة في الفترة الحالية نتيجة أنه في عندي الزيرو بوليسي أو زيرو كيس بوليسي أو هي الصفر حالات، والتي هي تعتبر ضاغطة بشكل كبير جدا على الاقتصاد الصيني على وجه التحديد، لأنه هذا يعني يوجد إغلاقات، هذا يعني يوجد حدود وضوابط كثيرة فيما يتعلق بسلاسل التوريد، فيما يتعلق بالتصدير والاستيراد كذلك الأمر. ولكن إذا رأينا إلى يعني معطيات الاقتصاد الجزئي الصيني لا تزال أداءها إيجابي جدا. عملية التدخل من قبل الاقتصاد الصيني أو صناع السياسة النقدية في تحديد قيمة اليوان بشكل مباشر هي عملية مستمرة، وما راح يكون هذا، وصارت أكثر شراسة في الفترة الحالية، وتصريحات نوعا ما يعني لم نعتادها من قبل، وهي مثل عمليات البيع المباشر للدولار الأمريكي في الأسواق بنتيجة ضغط على اليوان يحدث فعليا، تماما مثل ما يحدث مع الين الياباني والتدخلات المباشرة بعملية شراء العملة المحلية، وذلك منعا من الانزلاقات الحادة التي ممكن أن تحدث على العملة. بالتالي أعتقد هذا النوع من الانترفينشنز أو التدخلات المباشرة سيظهر أكثر ومن بنوك أكثر وليس من الصين أو اليابان فقط في الفترة القادمة، لأنه لا تريد أي سياسة نقدية أو ساد أن يكون هناك انخفاض حاد في العملة أو قيمة العملة، هذا يضر بالتوازن الاقتصادي بشكل عام. شكرا لك محلل أسواق مالية في إكويتي جروب رائد الخضر.